صباحكم الله بخير والعافية. تحياتنا من كندا. ومساكم الله بالخير والعافية خارج كندا. الشمس احنا سوا طلعت عندنا. مو سوا هلا صار لساعة. يا الله احنا طالعين هسه حاليا الى العمل. والله يسرها ويسر عليكم ان شاء الله. اليوم البث المباشر شوي قد يزعج البقية. عندهم حساسية تجاه المستثمرين. اليوم هذا البث المباشر بخصوص المستثمرين. فأنا أعتذر من الإخواني دام يقول إحنا ميلة فلوس أو يقول لك هذا وقته. إحنا بالأزمة الكورونا الله يشافينا ويشافيكم. آمين رب العالمين من هذا البلاء. لو شوفوا شلون إحنا محتاطين. هاي شوف الكمامات كلها والمعقمات والاحترازات كلها اللي حاطيها والكفوف شو نسوي بعد. طيب اخواني نعم التقديم على الاستثمار لا زال موجود ومفتوح على ابوابيه على مصراعه. تقديم الاستثمار احنا شرحنا عده منشورات سابقة سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب أنه بإمكان المستثمر صاحب الشركة أو المؤسسة أو أي عمل تجاري مرخص عمره أقل شيء 3 سنين أن يستثمر داخل كندا أقل شيء مبلغ قيمته 200,000 دولار أمريكي أقل حاجة. هاي 200,000 دولار امريكي ممكن احنا نساعدك. احنا سوينا فد جروب بين محامي مختص وما بين استاذ علاء سعد يوسف رجل الاعمال العراقي المعروف في تورنتو انه تستثمر مبلغك عنده في 4 مجالات. المجالات الاربعة هي اما الاستثمار العقاري هو الاحسن او مقاولات وصيانة او استثمار سياحي كان يكون مطاعم وغيرها او الطبي كان يكون صيدليات او عيادات طبية حسب نشاطك. لازم انت عندك 200,000 دولار امريكي تبقى سنتين موجودة داخل كندا تجيب الفلوس وياك انت بعد ما تكمل اجراءات. اجراءات طبعا اكيد مفصلة معقدة لكن هي ممكنة. أهم شيء بيها بأنه اللغة الإنجليزية مو شرط كبداية. يوم عندك لغة بسيطة 4 لكن لاحقا. In 500 meters, keep left to highway 401. طيب الشيء اللطيف بيها أنه أنت لما تجي أنت وعائلتك كاملة تستثمر هذا المبلغ بعد سنتين تحصل أرباح إن شاء الله. الأرباح إن شاء الله حسب اتفاقك مع سعد علاء أو مع غيره مو شرط مع سعد علاء مع غيره أيضا ممكن حسب رغبتك أنه 200,000 دولار هاي حترجع لك أرباح تغطي مصاريفك اللي يأخذها المحامي واللي اللي يأخذها الدولة تأخذ رسوم كل شوية طبعا على الموضوع الاستثمار. معدل هيش 50,000 دولار كندي تقريبا يعني أنا ما متأكد بالضبط حسب كل عائلة حسب وضعياتها راح يصير المبلغ. فشي لطيف جدا هسه حاليا تقدر انت تستغل وقت الكورونا هذا بتنظيم اوراقك. يرادك الدكمنت مالتك تتنظم يرادك في التنظيم جيد بحيث الشغل الاداري البيبر ورك شو يسمونه مع بيبر بالعربي الوثائقي بيكون عندك هاي الفتره تقدر تجهزه تتواصل مع المحامي مالتك ترتب امورك لانه كل شيء الاوراق تقدر تحصله اونلاين وانت في بلدك سواء كان العراق اردن لبنان امارات كويت قطر اي دوله كلها تقدر انت يعني بكل سهوله تقدر تحصلها اونلاين وهم يقبلون اونلاين. هذا شيء لطيف. مثلا تريد انت كشف الحساب مو شرط علي ختم مال البنك لانهم يقبلون اونلاين بهالحاله هاي. يعني باختصار شديد الذكي يفهم
اللي يريد يقدم على استثمار هذا الوقت مناسب لأنه في تساهل. طبعا كل شيء أونلاين تقديم أكيد تعرفون أنتم. في نوع من التساهل يقول لك مو شرط. يلا ما يخبطين الموجود عندك هسه حاليا. مو إلا تجيب لي الأوريجينال كوبي يمشي. فعندنا ملفات هسه إحنا حاليا ثلاثة. ما شاء الله عليهم المتحمسين جدا. يعني جدا متحمسين اللي يقدمون عليهم لأنهم ما توقعنا أنه ما شاء الله بوقت بسيط قدروا يحضرون البيبر ورك. ليش ينقلوا؟ ما عنده شغل عمل، عائلة كلها قاعدين دي نحضر نشتغل بالبيبر ورك. فلذلك أني يجيني أسئلة أقول لهم استغلوا هذا الوضع، الذكي يستغل هذا الوضع ده تفتهمون له. استغلوا هذا الخمود يعني التقديم القليل من العالم للاستثمار حتى انت تقدر انت تحصل على ان شاء الله على موافقة او على الاقل تقدم حاليا تحسب لك. طيب طبعا الشروط مالتها معروفة شارحة، لازم انت عندك اثبات كفاءة مالية ما مقدارها 400 الف دولار امريكي، تشملها كشف حساب، سيارات، عقار، شركة، اي شيء تجيب ما قيمته 400 الف دولار اثبات بيها. اكيد هذا الجوازات والاوراق الرسمية والتحول المدني وعقود الزواج وهي كلها موجودة اكيد. هاي اكثر حاجة يريدون اوراق الشركة، اوراق الضريبة مع الشركة، الكادر مع الشركة، هاي يكون تترتب ايضا بيها بيبر ورك يعني شغل لازم واحد يشتغله بيده زين. هذا هو الاشياء الرئيسية. اكو ماينر يعني اشياء ثانوية اكيد مع تقديم المعاملة. بشكل عام this is the best، لان انت لما تجي بعد حوالي 8 شهور 9 شهور معاملة تطول جزء اقل راح تجي انت فيزة عمل انت وعائلتك. مجرد دخولك الى كندا فيزة عمل، الك سنتين فيزة عمل، تبغى تطلع على راحتك الك كل الحقوق الدراسة والتعليم مجانا انت وعائلتك، وتبغى تطلع على راحتك. اذا انت جيت تريد مع تكمل مع سعد علاء سعدي المعروف يوسف الرجل الاعمال الكبير مشهور كلش يعني تدرون هذا نار على علم، خلال ممكن المحامي اسبوعين ثلاثة ياخذ لك موافقة من المقاطعة مالت اونتاريو، ياخذ لك موافقة ويقدم لك. مجرد طبعا انت لازم تفتح شركة وين ما توصل هنا باسمك وعائلتك وياك اذا تريد، يفضل نفس الاسم مال يفضل نفس الاسم الموجود عندك في الاردن او العراق او الكويت او عمان ايا كان او الاردن، فتفتح الشركة نفس الاسم يفضل اسباب تجارية، وتسوي عقد بينك وبين الجهة اللي راح تستثمر بيها فلوسك سعد علاء او غيره. بس سعد علاء هذا موضوع ليش؟ لانه احنا مجهزين لك كل شيء، ما راح تاخذ وقت طويل ولا راح تدوخ ولا اي شيء، ما تريد كيفك انت حر. المهم كل العقود والفلوس تصير تحت سيطرة الدولة. الدولة لازم تعرف كل شيء، لازم تعرف انت وين مستثمر وين مالك حق هذا الفلوس تحركه انت او المستثمر. خلينا نقول بحال حالة سعد علاء ما لكم حق تسحبوها الا موافقة الدولة، والعقود تروح للدولة كل شيء يقدمها كل شيء الا ورا سنتي لك حق تسحب الفلوس. عرف شلون؟ يعني هذا مختصر مفيد. اللي عنده امكانية مادية فيعتبر هاي فرصة، لان انت ما راح تكلفك شيء، راح تجي العائلة كلها الارباح اللي راح تحصلها من الاستثمار تغطي لك المصاريف، يرجع لك رأس المال مالتك، راح تجي انت كندا كأنه ببلاش. هاي التذاكر والسكن وما اعرف ايش، هاي حالك حال وين مكان بالعالم. نعم هاي هذا هو ردي. استاذ رعد، الدكتور عمر، استاذ احمد، استاذ احمد مصطفى، الولد ابو زهراء كان يدزوا لي اني راسلوني، فقلت لهم انتظروني راح اسوي منشور بين ما اروح العمل وراح نقدر نساعدكم بهذا المنشور، احكي لكم تفاصيل الكل. طبعا هي الكلام ما 90% مكرر الغير
اللي عيني هذا منه دا يقول لك ثنا خليل باوع، ثنا خليل باوع هاي الصبح شوف الشوارع متروسة، ما لك علاقة كلام السلبي شاعات حيات ماشية الحمد لله وشكور باوع ها قدامك ها بالصدفة وباء وموضوع وكل مكان هو باء اللي يعرف يعني يحمي نفسه هاي مال هاي شكل منتشر وباء بالله عليك باع شوارع مليانة ما نمشي بالقوة الحمد لله وشكور على اي حال اكو امور سلبيه اكو ايجابيه احنا نحكي على الايجابيه تحتاط احتياط كامل اصلا دقيق جدا وتمارس عملك وبالعكس الذكي يستغل الفرصه الذكي يستغل الفرصه الذكي ثاني مره يستغل الفرصه لانه هاي ما تتكرر انه بهالظروف هذا وعدد اللي يعني تدرون هسه ايش قد تتقدم هسه حوالي 5-10% تتقدم معاملات هاي فرصه عظيمه لانه هاي ال 15% انت حتكون نسبه القبول عاليه بالعكس من اذا ينتهي الوباء العفو ينتهي المحج مثلنا حط هاي مثلنا خليل حد يقول ان موضوع الوباء حطب علقنا لما ينتهي هذا التقييد بالتنقل هذا التقلص في العمل في كل العالم راح يصير فد موجة من التقديم مو طبيعية فراح يصير نسبة الرفض عالية صباح الخير لينا نعم فهذا هو ردنا نحكي لكم اللي عنده سؤال يبعث لي على الواتساب 001-416-722-2677 001-416-722-2677 يا ريت لينا تبعثين الواتساب ما اقدر اسوق حطيه بالرسالة تبعثين لهم اياه اللي يريد استفسار على الخاص اهلا وسهلا بي زين وطبعا احنا متعودين يجيكم على التعليقات السلبيه احس وقت الاستثمار احنا بالكورونا نعم احس وقت الاستثمار بعد حجم عدد الناس اللي طالعين برا دا يشتغلون على باب الله بعد الزحام الكبير زين الصبح الساعه 8 او قبل 8 الحمد لله على كل شيء هاي شوفوا يلا احنا كالعادة نشوفكم كندا ناس تشوفون كم سايدة سايدة قدام 6 سايدات تجاهين بخلفية In 2.5 kilometers, take the ramp on the right to Highway 404, then keep right to Don Valley Parkway. اليوم عدنا الحمد لله شكر يعني مش بس الحمد لله شكر نديكم تحياتنا خاف يروح علينا الطريق تحياتنا للكل إن شاء الله مشافين وتنتهي الأزمة بالخير وسلامة أخوكم دكتور ليث الكعبي كندا